والآن مع خطاب قائدنا المفخخ الذي سيحرق قش الأرز ويقضي على حشائش السافنة الضارة ويشق الترع والقنوات ليقتل البلهارسيا، وهو القائد العظيم يمشي في وقار وهيبة. يلا يا ابني من هنا، وأنا أتصبصب عرقا يا ابني امشي بقى من فرط لسان. خلاص بقى هتقعد تتصبصب لحد امتى؟ يا معشر الرجال، أحب أبشركم من النهاردة خلاص حياتنا هتتغير. جه الوقت اللي هتحسوا فيه بأنوثتكم وتلاقوا اللي يقدرها. من النهاردة هيبقى لكم ظهر وسند. مفيش حروب، مفيش كبت، مفيش زيت كفور. مش هنخاف من الصراصير تاني وهنلاقي اللي يقتلها. من النهاردة هنشيل الجلخ من على قفانا. من النهاردة هنلاقي حد يغسل لنا هدومنا ويطبخ لنا لقمة حلوة واحنا راجعين شقيانين. من النهاردة هنلاقي حد يطبطب علينا ويخاف على زعلنا. والمهمة دي هي اللي هتغير مصيرنا، هتفتكروه لآخر يوم في حياتكم. أنا كنت مانعكم من الشاي والقهوة وكل المنبهات، مش عايزكم تسهروا وتفكروا، بس من النهاردة خلاص اللي عايز يشرب حاجة يشربها. أنا طالع دلوقتي في مهمة في البحيرة. النهاردة يوم تاريخي. النهاردة يوم الحق والخلاص. النهاردة هننهي الحرب. النهاردة يوم النصر. سلطاني يا مسلطان، يا بخت سلطان، بخت سلطان لنا سبع سلاطين زي بخت سلطان.